ناس كتيرة بتقول الملوخية بيبقى فيها دود، وهل الملوخية أصلا بتدود؟ الملوخية من الأكلات اللي احنا هنكلمكم عليها النهاردة ونقول لك كتالوج التعامل مع الملوخية. أول خطوة هي الغسيل، مهم جدا أغسل الملوخية كويس قوي، زيها زي أي خضروات ورقية أنا بشتريها وبتعامل معاها. كمان الملوخية بتتغسل بالمية بس، ما ينفعش بقى أن أنا أجيب صابون وأبدأ أغسل في الملوخية وأحط الصابون عليها، لأن طبعا ده شطف الصابون من الملوخية ممكن ما يتشطفش كويس وهيأثر على صحتنا بشكل كبير. طيب بعض السيدات برضو بيغسلوا الملوخية جوه الغسالة، وده يعني تمام ما فيش فيه مشكلة، بس زي ما اتكلمنا لو هيتغسل بالمية بس ده ممكن يعمل نتيجة عكسية، لو في بواقي صابون زي ما اتكلمنا ممكن تضر بصحتنا بشكل كبير. كده جبنا الملوخية وغسلناها وعرفنا ان احنا ما ينفعش نستخدم الصابون، طيب عشان الصابون ممكن يسبب لنا فشل كلوي لا قدر الله. طيب تاني خطوة هي التقطيف او نقرطف الملوخية زي ما احنا بنقول. تقطيف الملوخية والخرط، ان احنا بنجيب الملوخية نحطها بقى جوه كيس بلاستيك ونبدأ نخرط فيها، فده مفيش فيه مشكلة حتى لو هنحط جوه كيس بلاستيك، لان احنا عارفين ان البلاستيك بيتفاعل مع الاكل السخن بس ما بيتفاعلش مع الاكل البارد، فمفيش مشكلة ابدا ان انا أبدأ أخرط الملوخية وأنا حطها جوه كيس بلاستيك. طيب بعد ما احنا خرطنا الملوخية وسويناها، بس في التسوية في خطوة بقى مهمة جدا، أيوة خطوة التقلية، وإن احنا الشهقة بتاعت الملوخية. احنا بنجيب التقلية ونبدأ الأول نسويها، بس ناخد بالنا ان احنا طبعا ما ينفعش ان احنا نسويها في الزيت لدرجة ان احنا نحرقها، لان الاكل اللي بيتحرق او بيغمق زيادة عن اللزوم ما بيبقاش صحي وبيأثر على صحتنا. فبعد ما نحنا نعمل التقلية وناخد بالنا ان الثوم ما يتحرقش وما يتحمرش بالزيادة، نبدأ نحط التقلية على الملوخية. طيب كده خلاص، كده خلاص وكان الملوخية وجميلة، هنبدأ نحط الباقي منها جوة التلاجة. ما ينفعش نسيب الملوخية في درجة حرارة الغرفة اللي هي في درجة حرارة من 5 لـ65 اللي احنا مسمينها درجة الحرارة الخطرة لو تفتكروا، اكتر من ساعتين. هنحط الملوخية جوه التلاجة وهتتساب في التلاجة 3 أيام بالكتير وبعديها تترمي. فكرة بقى ان احنا بنلاقي دود جوه الملوخية دي يعني كلام مش منطقي اطلاقا، بس لان احنا عارفين معرض طبعا اي ورقيات بنلاقي فيها دود، ولكن ده بيروح بالغسيل، لكن الدود هيجي من لا شيء كده ويظهر في قلب الملوخية، ده كلام مش منطقي. طبيعي ان احنا بنغسل الملوخية كويس قوي عشان لو فيها اي ركات او في اي طور من طور نمو الدود ده احنا بنغسله وبنشيله، ولكن الدود مش هيجي في الملوخية واحنا سايبينها في التلاجة من غير اي حاجة. وبكده يبقى عرفنا الدليل الشامل لعمل التقلية وكمان اكل الملوخية.